إذا نحن موجودون في حالة خطرة خاصة مع هذه الحكومة، كيف لنا كمجتمع فلسطيني أولا في الداخل مواجهة هذه الحكومة الفاشية التي ستأتي مع ممارسات فاشية وأيضا ربما مع قوانين قد تغير طابع هذه الدولة؟ يعني نحن اليوم في عمودنا الفقري أصلب ووجودنا أثبت وعددنا أكبر والإمكانيات السياسية والمهنية والأكاديمية والعلمية الموجودة عليها أكبر بكثير من أيام النكبة، وفي النكبة كان وضع أصعب بكثير من هذا الوضع، لكن نحن عبرنا ذلك الوقت ونحن سنعبر هذا. يعني أنا أكرر في كل مكان المقولة التي تقول هل نحن خائفون من هذه الحكومة؟ نحن لسنا خائفين، لكن هل نحن قلقون؟ نعم نحن قلقون جدا. هذا يستوجب منا أن نكون على استعداد وأن نرفع الجاهزية الشعبية لمواجهة أي اعتداء على شعبنا وعلى حقوقه. هذا يتطلب أولا أن يكون هنالك تعزيز لوحدة مجتمعنا الفلسطيني في الداخل وتجاوز الرواسب التي خلفتها الانتخابات الأخيرة والتي خلفتها أوهام التأثير فيما مضى. الأمر الثاني هو أن نكون هنالك في حالة تعبئة جماهيرية، ولذلك نحن في لجنة المتابعة في اجتماعنا أمس دعونا اللجان الشعبية في كل القرى والمدن العربية إلى جلسة خاصة من أجل تعزيز الحضور الميداني في كل قرية ومدينة لكي نكون مستعدين. نحن سندعو المنظمات المجتمع المدني أيضا كلها في المجتمع الفلسطيني في الداخل من أجل التداول، لأنها أيضا مستهدفة. قبل أيام كان عندنا لقاء للمنتدى الحقوقي والدولي الذي يعمل إلى جانب لجنة المتابعة من أجل وضع رؤى وتقييمات حقوقية وقانونية ودولية. نحن أيضا بصدد الدعوة إلى لقاء لشخصيات يهودية ديمقراطية من إعلاميين وسياسيين ومثقفين وكتاب وما إلى ذلك، من أجل أن نضعهم في مسؤوليتهم تجاه ما سيحدث بأن لا يكون المجتمع الفلسطيني لوحده. هذه مجموعة من الخطوات التي نعكف على إنضاجها وعلى القيام بها من أجل يعني صيانة حالة أو غلاف من المناعة ومن الحماية حول مجتمعنا. المسعى الشعبي أمامنا هو أن نصل إلى يوم الأرض في 30 أذار بأن نكون قد حققنا كل ما تحدثت عنه كل هذه الأمور، وبالأخص قضية تعزيز الوحدة الكفاحية لشعبنا وتجاوز الرواسب السابقة من انتخابات والبرلمانية وغيرها. وخاصة ويجب أن نقول هذا الأمر أننا في نهاية هذا العام مقبلون على انتخابات برلمانية، وهذا من شأنه أن يحمل بذوراً لخلافات أخرى. لذلك نحن نريد أن يكون هنالك غلاف واقي قوي من المناعة النضالية والمناعة الشعبية، بحيث نأتي إلى يوم الأرض كجماهير موحدة نتحمل شعاراتها وحقوقها وعلمها. وبعد ذلك في شهر نيسان نحن مقبلون على مسيرة العودة، ونحن بصدد لقاء قريب في الأيام القريبة القادمة مع لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين التي تنظم مسيرة العودة من أجل أن تكون مشاركة جماهيرية، أن تضع القضايا الأساسية. يعني نحن عندما نتحدث عن المسؤولية في المرحلة المقبلة، هذا لا يعني أن نتراجع قيد أنبل عن ثوابتنا، لا عن علمنا، لا عن حق العودة، لا عن حقنا في وطننا، ولا عن حق شعبنا في الحرية والاستقلال.